وون ماسك يفكر في الاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه استرليني. إذا تم بيع مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه استرليني، فسيصبح النادي أغلى فريق رياضي في العالم. البنك الذي يتولى بيع النادي من قبل مالكيه الحاليين عائلة كلايسر، تم طرح النادي للبيع في نوفمبر الماضي، ويجب تقديم عرض سعر الاستحواذ على الفريق بحلول الموعد النهائي. فيوجد العشرة من كبار رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والمستثمرين القطريين يفكرون أيضاً في تقديم عروض. أعلن رجل الأعمال بريطاني السير جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لنيوز وأغنى رجل في بريطانيا عن نيته في الاستحواذ على الفريق في يناير. السعر المطلوب المتوقع للنادي يبلغ 4.5 مليار جنيه استرليني، على الرغم من أن جيزر سعت في البداية إلى ما بين 6 مليارات و 8 مليارات جنيه استرليني. إذا تم بيع مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه استرليني، فسيصبح النادي أغلى فريق رياضي في العالم، متجاوزاً فريق نيفيلد في برونكو الذي تم شراؤه مقابل 3.7 مليار جنيه استرليني العام الماضي. على الرغم من أن ماسي كان يمزح في السابق بشأن شراء نادي مانشستر يونايتد، ومع ذلك يبدو أنه يأخذ إمكانية امتلاك النادي على محمل الجد وفقاً لصحيفة ديلي ميل. في أغسطس 2022 غرض ماسي سأشتري أيضاً مانشستر يونايتد على الرحب والسعر.